اهلا بحضراتكم من جديد وحديث في فقره ترند الترند. دايما معودينكم كده ترند الترند بيكون في تفاصيل مختلفه ما بتلاقوهاش ولا بتسمعوها في اي مكان تاني، والحمد لله دايما بيكون عندنا السبق لان دايما بنشتغل على المعلومه، دايما بنشتغل ازاي نوصل لجمهورنا المرحله الجايه، ازاي المسؤولين بيفكروا فيها، الاتحاد المصري ممكن بيحضر ازاي لختام الدوري، ايضا كمان بالنسبه لنا النادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله بيستعد ازاي لحسم البطوله في المرحله القادمه. طيب مبدئيا الحمد لله احنا على بعد خطوات قليله جدا، بنتكلم في 8 نقاط من اجمالي 9 مباريات متبقيه. شوف الصداره وشوف الرياده وشوفوا العظمه اللي فيها النادي الاهلي خلال هذا الموسم رغم كل الظروف، لكن دائما الاهلي بيغرد في مكان لوحده منفردا. مع احترامنا لكل المنافسين، لكن النادي الاهلي منظومه اداريه ورياضيه وكرويه، مهما كانت ممكن تواجهك صعوبات او مشاكل او ازمات او تتصدر لك موضوعات، لكن انت دايما ماشي في سكتك لانك ملك، والملك هنا ما بتتقالش على اي حد، الملك لازم يتقال على الفريق اللي بيحقق بطولات وموجود في الصداره، والتاريخ والارقام تشهد له، لا محتاجه تعليق ولا محتاجه اي حاجه تانية، التاريخ والارقام بتشهد لك من غير ما انت تتكلم. الكلام الكتير لا عنده تاريخ ولا عنده ارقام، لكن النادي الاهلي دايما في الرياده لان الحمد لله بيسعى للرقم 42 بطوله الدوري، ولما بيفوز بالدوري مش بيفوز بالعافيه او بفارق نقطه او ثلاثه، تتكلم في 20 نقطه 25 نقطه 30 نقطه، وده على مدار التاريخ بعد الفار وقبل الفار، النادي الاهلي دايما عارف سكته.